بوابة الأهرام ومنها نتابع التضامن إعداد برامج للتدريب على الحرف للمتعافين من الإدمان بحي الأسمرات. قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إنه سيتم إعداد برامج للتأهيل والدعم النفسي لمن أتموا البرنامج العلاجي من الإدمان بحي الأسمرات، وكذلك تدريبهم على المهن الحرفية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل لضمهم ضمن مبادرة بداية جديدة لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي. جاء ذلك خلال استقبال نيفين القباج أول دفعة أتمت البرنامج العلاجي من الإدمان بحي الأسمرات، وذلك نتيجة تنفيذ العديد من البرامج التوعوية على مدار الأشهر الماضية بحي الأسمرات للتوعية من أضرار المخدرات وتوفير الخدمات العلاجية مجانا للمرضى. يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة بديلة العشوائيات بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.